الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، يقدمها لكم علي الموسى. والبداية مع أبرز العناوين. الشيخ ناصر الصباح يتقدم جموع مشيعي السوارج والعازمي. الدمخي يطالب بحسم حوادث وفاة طلبة عسكري. إحالة قيادي سابق في وزارة الصحة إلى النيابة العامة إثر استضافة زائر زائف. والمشكلة اللي احنا نعانيها الآن قلة المصيد سواء في سوق شرق أو سواء في سوق الفيحين من الربيان المحلي. هذا الموسم تراجع لافت في كميات صيد الروبيان. ذهبية ثالثة للكويت من الفارس الخرافي في دورة الألعاب الآسيوية. تقدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد جموع مشيعي الفقيدين الطالب ضابط هديب راشد السوارج والطالب ضابط فالح سعد العازمي من الدفعة 46 الذين وافتهما المنية أمس في كلية علي الصباح العسكرية، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالدفاع أنه قد حضر مراسم التشييع والعزاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان الفريق الركن عبد الله نواف الصباح وكبار قيادات الجيش. وغداة أعلن رئاسة الأركان العامة للجيش تشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع وزارة الصحة بشأن وفاة طالبين ضابطين. أعرب النائب عادل الدمخي عن أسفه للحادث وطالب باتخاذ إجراءات حازمة حيالة ما اعتبره خلل في برامج التدريب العسكري. وعدنا في دور الانعقاد الماضي أن هناك إجراءات وتحقيق، لم نسمع شيء على وزير الدفاع أن يتخذ إجراءات صارمة وهيكلية، لأن هناك خلل في التدريب وفي النظام. ما يمكن شبابنا يروحون بهذه الصورة دون أن لا يكون هناك خلل. كليات العسكرية اليوم تحولت كليات عقل وفكر، ليست بهذه الصورة، وكأن كل طلبتنا سواء جوية أو برية وغيرهم كأنهم كلهم مغاوير وداخلين دورة مغاوير. لا، ما هو صحيح هذا اللي قاعد يصير على الشباب. تدريب شاق. أحالت وزارة الصحة أحد القياديين السابقين بالوزارة إلى النيابة العامة على خلفية استضافة أحد الأطباء الزائرين بغير صفته الأصلية، وتم تحريك الدعوة الجزائية في هذا الخصوص. وقال وزير الصحة الشيخ باسل الصباح إن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في التعامل بكل حزم مع أي تجاوزات مالية أو شبهة تعد على المال العام. ولفت وزير الصحة إلى أن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة العديد من العقود للوقوف على مدى صحة إجراءات تنفيذها.
قالت وزارة التجارة والصناعة إن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك اتخذ تدابير لازمة لمراقبة أسعار السلع المدرسية في الأسواق عبر وضع الخطط اللازمة. وأضاف بيان للوزارة أن فرق التفتيش الموزعة على المحافظات الست بشرت العمل على رقابة السلع واستقبال الشكاوى المتعلقة بالموسم الدراسي عبر تشكيل فرق مختصة تجول الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية. ولفت البيان إلى وجود بعض المخالفات في الأسعار، حيث تمت إحالة الشركات المخالفة لجهات الاختصاص. من جهة ثانية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها ستقوم بافتتاح مركز الرقابة وحماية المستهلك في مجمع الأفنيوز بحضور الوزير خالد الرضان الأحد المقبل. فيما قال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي إن فكرة إنشاء المركز في مجمع الأفنيوز تهدف إلى خدمة المستهلك وتسهيل الإجراءات. ذكر أن المركز سيقدم عددا من الخدمات في المجمع، من ضمنها إصدار تراخيص المهرجانات والتنزيلات للعروض الخاصة. في موضوع آخر، قال رئيس اتحاد صيادي الأسماك ظاهر السويان إن موسم صيد الروبيان الحالي في المياه الاقتصادية يعتبر من أقل المواسم، مشيرا إلى أن الكمية التي تم صيدها هذا الموسم بلغت 9755 سلة. أوضح السويان في كلمة خلال مؤتمر صحفي أقامه الاتحاد إن العام الحالي شهد تراجعا في كمية صيد الروبيان مقارنة بالعام الماضي الذي سجل أكثر من 20,000 سلة. قلنا إن الموسم هذا سوف يكون أسوأ موسم، وللأسف الشديد، لأن عندما تكلمنا هناك فترات حظر تكون من بداية السنة إلى 31/7، لكن للأسف بعض دول المجاورة لا تلتزم في أثناء الحظر، والمشكلة اللي احنا نعانيها الآن قلة المصيد سواء في سوق شرق أو سواء في سوق فحيحيل من الربيان المحلي اللي هو صيد الأسطول، أسطول الاتحاد الكويتي صيدي الأسماك. إذا احنا نحسب الإحصائية لغاية 28/1 كما هو في الموسم السابق، أن عندنا نقص تقريباً 12,000 سلة روبيان، وعندنا تقريباً أكثر من 277 طن نقص للأسف الشديد، مقارنة في الموسم السابق في 1/8/2017 وشهر 8/2018 كان مصيدنا بالموسم السابق 2385 طن بحدود 103,000 سلة و730، ولكن السنة هذه لن نحصل حتى على 1,000 طن. في الأخبار الدولية، أعلن الأردن أنه سيدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب على هامش اجتماعات جامعة الدول العربية في سبتمبر المقبل لبحث التحديات التي تواجه وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض عام المنظمة إن أونروا أوجدت بقرار من الأمم المتحدة واستمرارها يأتي تأكيدا على التزام المجتمع الدولي بما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض، لافتا إلى عقد مؤتمر في نيويورك في 27 من الشهر المقبل لحشد الدعم المالي والسياسي للمنظمة. قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن عملية خريطة الطريق بمدينة منبج السورية التي تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة تحقق تقدما ولو كان بطيئا.
وجدد الوزير التركي المطالبة بضرورة انسحاب وحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني من المنطقة، مشددا على استمرار بلاده في شن العمليات العسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق مع احترام وحدة وسيادة الدولتين. تأتي هذه التطورات فيما بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره الإيراني جواد ظريف في أنقرة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية بما فيها تطورات الأحداث في سوريا. وقالت الخارجية التركية في بيان إن الرئيس رجب طيب أردوغان استقبل ظريف في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة بحضور جاويش أوغلو. تأتي زيارة ظريف إلى أنقرة قبل استضافة طهران في 7 سبتمبر المقبل قمة ثلاثية تجمع أردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني بشأن الوضع في سوريا. بدورها قالت وزارة الدفاع الروسية إنها ستجري تدريبات عسكرية كبيرة في البحر المتوسط في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات بين موسكو وواشنطن بشأن سوريا. ووصف الكرملين محافظة إدلب السورية التي تسيطر عليها المعارضة بأنها بؤرة للإرهابيين، معتبرا أن الوضع فيها يبرر التدريبات الروسية المكررة هذا. وقد وسعت موسكو وجود قواتها في البحر المتوسط في إطار ما وصفته بأنه أكبر تعزيز لوجود عسكري بحري لروسيا منذ تدخلها في الصراع السوري. أداء مرتفع للبورصة في ختام الأسبوع، تابعونا بعد قليل في الصفحة الاقتصادية. أهلا بكم من جديد. أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام بواقع 16.6 نقطة، حيث بلغت كميات تداولات المؤشر 77,800,000 سهم بقيمة 20,400,000 دينار، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 36.16 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 43,019,000 سهم بقيمة 4,900,000 دينار. انخفض سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 52 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 73.74 دولار مقابل 74.26 دولار في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت أكثر من 1% مع صعود خام القياس العالمي مزيج برنت لأعلى مستوى في 7 أسابيع، في حين لامس الخام الأمريكي ذروة في 3 أسابيع بدعم من هبوط في مخزونات الخام الأمريكية من والبنزين وتراجع شحنات الخام الإيراني. مزيد من الإنجازات الكويتية في جاكرتا بعد قليل في صفحتنا الرياضية، ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم في إنجاز كويتي آخر خلال دورة الألعاب الآسيوية المتواصلة بالعاصمة الأندونيسية جاكرتا. حصل الفارس علي الخرافي على الميدالية الذهبية 3 ضمن منافسات قفز الحواجز للفروسية، رافعا بذلك رصيد الكويت إلى 5 ميداليات بواقع 3 ميداليات ذهبية وفضية واحدة وبرونزية. وشهدت مسابقة الفروسية تألقا
خليجيا بعد أن حل في المركز الثاني الفارس القطري علي بن خالد الثاني محرزا الميدالية الفضية، بينما حل الفارس السعودي رمزي دهامي ثالثا. بدوره أحرز لاعب الكرة الكويتي حسين المصري الميدالية البرونزية خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية 18 والمقامة في العاصمة الأندونيسية جاكرتا، وذلك ضمن منافسات الكوراش وهي نوع من أنواع المصارعة لوزن تحت 90 كيلوغرام، رافعا بهذه الميدالية رصيد الكويت إلى 6 ميداليات، 3 ميداليات منها ذهبية وفضية وبرونزيتين. عبر رئيس مجلس إدارة نادي القادسية بالوكالة وأمين الصندوق جمال النفيسي عن سعادته برفع الإيقاف المؤقت عن الرياضة الكويتية وعن النتائج المبهرة التي حققها أبطال الكويت في آسياد جاكرتا 2018. جاء ذلك خلال استقباله وتكريمه للاعب نادي القادسية والمنتخب الوطني للكاراتيه علي الشطي الحاصل على الميدالية الذهبية في وزن 67 كيلوغرام في الآسياد. وأضاف النفيسي أن نادي القادسية هو أحد قناع الرياضة الكويتية وسيظل رافدا أساسيا لمختلف المنتخبات الوطنية في كافة الألعاب. إلى هنا وصلنا معكم لنهاية نشرتنا لهذا اليوم، وقبل الختام نترككم مع حالة الطقس مع زميلة منى محمد، كما نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر @الرايميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الرايتيوب. في أمان الله. 9:00 مساكم أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا المساء. تستمر معنا الأجواء الحارة والرطبة نسبيا على المناطق الساحلية، الهواء الشمالي الغربي خفيف إلى معتدل السرعة إلى متقلب الاتجاه. بالنسبة لأجواءنا المتوقع الليلة، أجواء حارة نسبيا ورطبة نسبيا على المناطق الساحلية، وتظهر بعض السحب العالية تالي: الهواء الشمالي الغربي إلى متقلب الاتجاه خفيف إلى معتدل السرعة، تراوح سرعته من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. درجات الحارة الصغرى المتوقع الليلة في مدينة الكويت 34 درجة مئوية، في الجهرة 32 درجة مئوية، في شمال الكويت في العبدلوي أيضا في جنوب الكويت في الوفرة 30 درجة مئوية، في الجزر الكويتية 33 درجة مئوية، في الشقاي والسالمي 29 درجة مئوية، وهناك فرص للغبار المحمول على المناطق الغربية. بالنسبة لحالة البحر، خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج 2 إلى 4 قدم، والتيارات المائية ضمن فترات الحمل. بالنسبة لأجواءنا المتوقعة باكر، أجواء شديدة الحرارة والهواء الشمالي غربي يقلب معانا كوس خفيف إلى معتدل السرعة، تراوح سرعتها من 8 إلى 32 كيلومتر في الساعة، وتظهر بعض السحب العالية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة باكر في مدينة الكويت 46 درجة مئوية، وأيضا أجواء مشابهة في جنوب الكويت في الوفرة، في الجهرة 47، وأيضا في شمال الكويت في العبدلي 47 درجة مئوية، في الجزر الكويتية 43 درجة مئوية، في الشقاي والسالمي 45 درجة مئوية. بالنسبة لحالة البحر، تستمر أجواءنا البحرية مشابهة لأجواءنا البحرية الليلة. أعزائي المشاهدين، خلكم معنا تفاصيل عن حالة البحر ومواقيت الصلاة. الطقس المتوقع خلال الأربع أيام الجاية باكر الجمعة، أجواءنا حارة وتظهر بعض السحب العالية، العظمى 47 والصغرى 32 درجة مئوية، ويستمر معانا هواء الكوست خلال الأربع أيام. بالنسبة ليوم السبت، أجواءنا أيضا راح تكون شديدة الحرارة، تظهر بعض السحب العالية وفرص للرطوبة النسبية خاصة على المناطق الساحلية، العظمى 48 والصغرى 30 درجة مئوية، وأيضا هناك فرص للغبار المحمول. بالنسبة ليوم الأحد والاثنين، أجواءنا راح تكون حارة واستمرار في هواء الكوست، العظمى تتراوح ما بين 44-46 درجة مئوية، والصغرى خلال اليومين 29 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، كذي تنتهي نشرتنا الجوية. لمعرفة مزيد التفاصيل حول الجو، تابعونا في نشرتنا الجوية القادمة، وحين نترككم مع درجات الحرارة في العواصم الخليجية وبعض العواصم والمدن العالمية.